اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناة برايفت ماث ليسونز. النهاردة ان شاء الله هناخد ليسون 25 which is entitled اللي بعنوان الفاكتور بيرز. كلمة فاكتور احنا تعرفنا عليها في التو ليسونز اللي فاتوا اللي هما ليسون 23 and 24، وقلنا ان الهومورك بتاعنا فيهم كان حفظ المالتبليكيشن تيبلز، فضروري جدا تكونوا حفظتوا المالتبليكيشن تيبل. ولو اللي بيسمعني ولي امر ضروري جدا الولد يحفظ المالتيبليكيشن تيبل، يعني رجاء الدروس دي تعتبر دروس فارقه. المالتيبليكيشن تيبل ده بيعتبر نقطه بيتحدد فيها مسارات طلاب، يا اما هيتحول لطالب شاطر يا اما هيتحول لطالب بيكره الماس. البدايه بتيجي من المالتيبليكيشن تيبلز، لان اللي بيحفظها بيلاقي نفسه فايق ومتابع، اللي مش هيحفظها هيلاقي نفسه بيتسأل وما بيجاوبش، هيكره المادة. يعني تخيل كده لما يبقى المالتيبليكيشن تيبلز مجموعة الحاجات اللي عليها حفظ دي، يكره على حسها الطالب المادة بالكامل، لأنه قاعد مش هيقدر يتجاوب مع الايه، مع المدرس بتاعه. فيا جماعة معلش، جميع اولياء الامور اللي بيتابعوني ارجوكم ساعدوا اولادكم في موضوع حفظ التيبلز، ده هيريحكم كتير جدا قدام. طيب نخش مع بعضنا على الليسون ونتكلم على الفاكتور بيرز. ايه هم الفاكتور بير؟ لو انا عندي نمبر 6، النمبر 6 ده ممكن يجي ازاي؟ ممكن يجي 1 تايمز 6. يعني ايه 1 تايمز 6؟ يعني ممكن اعتبره 1 جروب، جروب واحد اهو. احنا دايما اتفقنا ان الجروب يعني ايه؟ يعني رو، صف واحد. الصف بعتبره جروب. الجروب ده فيه كام كارد؟ فيه 6 كاردز، يبقى انا ممكن اعتبره ان هي 1 جروب اوف 6. ممكن اقسم ال 6 ازاي؟ ممكن اقسمها 2 جروبز، ادي 1 ادي 2 فروم 3، يعني 2 تايمز 3، يعني ال 3 اتكررت مرتين 2 تايمز. وممكن ال 6 اقسمها ازاي؟ ممكن ال 6 اقول ان هي 3 جروبز اوف كام؟ اوف 2. ادي جروب، ادي السكند جروب، ادي الثيرد جروب، يعني 3 تايمز ال 2. يبقى هنا هنقول ان الفاكتورز بتوعي ال 3 وال 2. طيب ممكن ايه كمان؟ ممكن اعتبرها 6 جروبز اوف 1، ادي 1 2 3 4 5 6 جروبز، كل واحده فيها كام؟ كل واحده فيها 1. يبقى انا هنا بقول لك ايه؟ بقول لك ان النمبر 6 ده ممكن اقسمه ل 1 تايمز ايه؟ تايمز 6، او ممكن اقسمه ل 2 تايمز ايه؟ تايمز 3. مين بقى الفاكتورز هنا؟ الفاكتورز عندي مين؟ ال 1 بعتبره فاكتور، ال 6 بعتبرها فاكتور، ال 2 از فاكتور، وال 3 از فاكتور. يبقى لما اجي اسالك سؤال واقول لك وات ار ذا فاكتورز اوف ال 6؟ تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر الفاكتورز اوف ال 6 ار 1 6 2 and 3، وممكن نرتبهم نقول 1 2 3 and 6. نيجي مع بعضينا نشوف التشيك بوينت دي، ودي هنتعرف فيها على الفاكتورز. طبعا اللي حافظ التيبلز هيعرف يجيب الفاكتورز بسهوله، بس هنتفق مع بعضينا على حاجه. لما يقول لي عايز الفاكتورز بتاعت الايه، بتاعت ال8 والفاكتورز لل12 وال16 وال20، لازم ال1 يكون فاكتور لكل الايه، لكل النمبرز، وايه كمان، والنمبر اتسلف. ليه؟ لان انا عندي دايما ممكن اقول عليه ايه، 1 تايمز الايه، تايمز ال8. يبقى معنى كده ان ال1 فاكتور وال8 انذر فاكتور. طب ممكن نكتبهم ازاي؟ ممكن نكتبهم كده 8 تايمز 1. طيب ايه تاني يديني 8؟ طب يلا نخش تيبل 2. هل ال2 تايمز حاجه تديني 8؟ اه. 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 4. برافو، اللي قالها برافو عليه. طب ممكن نعكسها، ممكن نقول 4 تايمز ايه؟ 4 تايمز 2. كل دول يدوني الايه، يدوني ال8. طب لما نيجي نكتب بقى الفاكتورز نحاول نرتبها، يبقى الفاكتورز ار، ار ايه؟ 1 نعمل كده كوما 2 كوما 4 كوما اند ال8. طيب يلا نشوف ال12. زي ما اتفقنا ال1 والنمبر اتسلف لازم يكونوا فاكتورز. يعني لما اقول لك ال12 هات لي الفاكتورز بتاعتها، تقول لي على طول يا مستر انا عندي ال1 وال12.
جميل، والعكس بتاعهم ال 12 تايمز الايه؟ تايمز ال 1. طيب ايه تاني؟ تعال نخش تيبل 2. 2 تايمز كام يديني 12؟ برافو حبايبي الشاطرين اللي قالوا 2 تايمز 6، انا مبسوط منهم جدا. وممكن نعكسها نقول 6 تايمز ايه؟ 6 تايمز 2. طيب يلا نخش على تيبل 3. 3 تايمز كام يديني 12؟ يعني ال 3 لما اكررها كام مره يديني 12؟ اكررها 4 تايمز، يعني ال 4 تايمز 3 يديني 12. وممكن نعكسها 3 تايمز ال 4، يعني ال 4 لما تتكرر 4 تايمز يديني ايه؟ يديني 12. بعد كده مش هنلاقي حاجه. لما نيجي نبص بقى على كل دول، مين دول؟ دول كلهم فاكتورز لل 12. نكتبهم بدون تكرار. يعني عندي هنا ال 1 نكتبه. ما اجيش اكتبه تاني. نكتبهم بقى بالترتيب، يعني بلاش تكتب ال 12 وبعد كده ال 2 وال 6 وال 3 وال 4. نحاول ناخدهم بالترتيب. ناخدهم بالترتيب ازاي؟ ننزل كده من تحت لفوق. يعني بالنسبه هنا كتبناهم ازاي؟ قلنا كده ادي 1 بعد كده 2 4 8. طيب وهنا لما نيجي نكتبهم نقول ايه؟ نقول 1 2 3 ومن 3 نروح على 4 6 اند ايه؟ اند 12. ناخدهم كده بالترتيب كده. يبقى 1 2 3 4 6 and 12. نيجي اللي بعد كده ال 16. اول حاجه نقول ايه؟ على طول 1 تايمز ال 16. ايه كمان؟ 16 تايمز 1. طب تيبل 2 2 تايمز كام يديني 16؟ برافو 2 تايمز 8. والعكس بتاعها 8 تايمز 2. هل ال 16 موجوده في تيبل 3؟ لا. طب موجوده في تيبل 4؟ اه موجوده. 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 4. عشان كده ما عملناش واحده ثانيه زيها، لان هي هي 4 تايمز 4. طب لما نيجي نكتب الفاكتورز بقى نمشي كده 1 2 4 ونطلع كده بقى 8 16 عشان نكتبهم بالترتيب. يبقى الفاكتورز ار ايه؟ 1 2 4 8 اند 16. يلا هنا 20. أول حاجة زي ما اتفقنا أي نمبر في الدنيا لما تجيب الفاكتورز بتوعه تقول لي ال 1 معانا والنمبر نفسه 1 تايمز النمبر. وإيه كمان؟ نعكسها. طب بالنسبة لل 2 ده جنبيها 0 يبقى على طول 2 تايمز 10 والعكس بتاعها 10 تايمز 2. طب 3 ينفع؟ 4 ينفع؟ اه 4 تايمز 5. اللي حافظ بقى التيبل هيجاوب بسرعة. وزي ما انتم شايفين مش هينفع تحله خالص الا لما تكونوا حافظين التيبل. يبقى هنا 4 تايمز الايه؟ ال 5 والعكس بتاعها 5 تايمز 4. نكتب ازاي الفاكتورز؟ نكتبهم كده. نمشي كده بالترتيب كده هيبقى 1 2 4 وبعد كده نخش على ال 5 10 وايه؟ و20 عشان نكتبهم بالترتيب. يبقى الفاكتورز ار 1 2 4 5 10 and 20. نيجي اللي بعد كده ال 18. انا سامع حبايبي الشطار بيقولوا لي يا مستر ال 1 وال 18 برافو عليكم، والعكس بتاعها كمان 18 تايمز 1. يلا تيبل 2 مين شاطر يقول لي 2 تايمز كام ايكوال 18؟ برافو 2 تايمز 9 والعكس بتاعها 9 تايمز ايه؟ تايمز 2. ها تيبل 3. 3 لما اكررها كم مره تديني 6 تايمز؟ برافو. يبقى 3 تايمز ال 6 وال 6 تايمز الايه؟ ال 3. نكتبها ازاي؟ بالترتيب كده 1 2 3 6 9 اند ال 18. ناخدهم بالترتيب كده يبقى 1 2 3 اللي هي الفاكتورز ار 6 9 اند 18. نيجي اللي بعد كده ال 14. 1 تايمز 14 و 14 تايمز 1 على طول. طيب تيبل 2، هل ال 14 في تيبل 2؟ اه عشان اليونت سبليس قاعد فيه 4. طب 2 تايمز كام؟ 2 تايمز ال 7 والعكس بتاعها. ممكن اقول 7 تايمز 2 تيجي لي برضه من كده، يا اما بكرر ال 7 2 تايمز يا اما بكرر ال 2 7 تايمز. طب نكتب الفاكتورز ازاي؟ نرتبهم كده 1 2 7 اند 14. يبقى الفاكتورز ار 1 2
7 and 14. يجي نشوف البراكتس السهل ده. بيقول لي how many different arrays can you make with the given number? Color the grids to show your work. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي هو مديني المفروض number 10. ال 10 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 times 5. طب ممكن تيجي ازاي تاني؟ نعكسها تبقى 5 times 2. هو يعني ايه 2 times ال 5؟ يعني ال 5 متكررة مرتين. احنا خدنا الكلام ده في دروس سابقة، درس الأريز. طب هنا 5 times 2 يعني ال 2 متكررة 5 times. نرسمها ازاي؟ نرسمها كده. نيجي كده ادي ال 2 اهو، نكررها 5 times. كده 3، كده 4، كده ايه؟ كده 5. يبقى انا كده عملت ايه؟ كده انا كررت ال 2 5 times، هو ده المنظر بتاعها. طب ايه كمان؟ ال 10 ممكن تيجي ازاي؟ ممكن تيجي من 1 times الايه؟ ال 10 او ال 10 تايمز الايه؟ تايمز ال 1. طب 1 تايمز ال 10 دي معناها ايه؟ يعني ال 10 متكرره 1 تايم، يبقى لازم ارسم جاست 1 رو. الرو عندي هنا في 10، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. يبقى المنظر ده اسمه ايه؟ 1 تايمز ال 10. طب لو عايز 10 تايمز ال 1، يعني ايه 10 تايمز ال 1؟ يعني ال 1 متكرر 10 تايمز. يبقى لما اجي الونها اعمل كولوم كده، الكولوم ده فيه 10 جروبس وكل جروب فيها 1 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انا كده قدرت اوضح يعني ايه 10 تايمز 1. طيب نيجي نشوف ال 8. ال 8 قلنا بتيجي ازاي؟ ايه الفاكتورز بتوعها؟ يا اما 1 تايمز ال 8، يا اما 8 تايمز ال 1، يا اما 2 تايمز ال 4، يا اما 4 تايمز الايه؟ ال 2. طب يلا نوضح الكلام ده عن طريق الاراي. 1 تايمز ال 8 يعني ال 8 متكرره مره واحده، يعني الجروب فيه 8، يبقى الجروب عباره عن الرو، يبقى الرو فيه 8. يبقى دي كده 1 2 3 4 6 7 and 8. يبقى انا كده رسمت 1 تايمز ال 8. طيب 8 تايمز ال 1 نرسمها كده، ادي 1 2 3 4 5 6 7 and 8. طبعا سهل جدا، اكسرسايز جميل. طيب 2 تايمز ال 4، يعني ال 4 متكرر 2 تايمز، يبقى اعمل كده جروب في 4 ونكرره ايه؟ مرتين. يبقى هو ده كده ال 2 تايمز الايه؟ ال 4. طب هنا 4 تايمز ال 2، يبقى كده ادي ال 2 نكررها 4 تايمز. طيب يلا اللي بعديها. ال 12 بتيجي ازاي ال 12؟ 1 تايمز 12، بس هنا مفيش 12 يا اولاد. يبقى لازم ايه؟ بلاش 1 لان 12 كتير. هنا ده عندي هنا 10 بس. يبقى ناخد 2 تايمز 6 وناخد 3 تايمز الايه؟ ال 4. طيب ال 2 تايمز 6 ممكن اقول 6 تايمز 2، وممكن اقول 4 تايمز ال 3. يلا نرسم 2 تايمز ال 6. طيب ادي كده 1 2 3 4 5 اند ايه؟ اند 6. نعمل دي كده، يبقى كده هو ده 2 تايمز الايه؟ ال 6. طب 6 تايمز ال 2 نعملها كده، ادي ال 2 نكررها 6 تايمز، 2 3 4 5 اند ايه؟ اند 6. طب هنا 3 تايمز ال 4، ادي ال 4 اهي، ادي كده 4 اهو، هنكررها 3 تايمز، ادي كده السكند تايم، وادي كده الثيرد تايم، كلهم على بعضهم كام؟ يديني 12. 4 تايمز ال 3، ادي ال 3 نكررها 4 تايمز، ادي الفور روز اهو، ادي هنا السكند تايم، ادي الثيرد تايم، وادي الفورث اند اللاست تايم. يبقى انا كده عمال اوضح الفاكتورز بتاعت ال 12. اللي بعديها ال 15. ال 15 بتيجي منين؟ طبعا ده هنا اخره 10، يبقى مش هينفع اقول 1 تايمز 15، مش هعرف ارسمها،
يبقى نعمل ايه؟ يبقى نعمل 3 تايمز ال 5، وممكن العكس بتاعها 5 تايمز الايه؟ ال 3. طب 3 تايمز ال 5 نعمل 5، ادي كده 1 2 3 4 اند 5. نعمل الجروب الثاني ونعمل الجروب الايه؟ الثالث. يبقى كده دي اسمها ايه؟ دي اسمها 3 تايمز 5. طب 5 تايمز 3، ناخد ال 3 كده ونكررها 5 تايمز، ادي كده 1 2 3 4 اند 5. طبعا الدرس يا اولاد مبني ان انتوا تكونوا حافظين التيبلز كويس جدا. اللي مش حافظ التيبلز لازم يحفظها، لو سمحتوا احفظوا التيبلز علشان تبقوا شاطرين في الماثيماتكس. نيجي نشوف الاكسرسايز الجميل ده، بيقول لي كومبليت يوزنج الجيفن نمبرز، يوز افري نمبر مور ذان 1 تايم. هنا بيساعدني كمان مديني النمبرز، احنا اتفقنا ان النمبر عندي البرودكت لما اجيب الفاكتورز بتاعته مين لازم يكون موجود؟ لازم يكون النمبر اتسلف موجود ولازم يكون ال1 موجود. طيب ممكن نعكس؟ اه ممكن اعكس مكانهم 14 تايمز ال1. طب وال2 وال7؟ ممكن اقول 2 تايمز ال7 او ال7 تايمز ال2. نيجي نشوف ال15. حبايب الشطار اللي حافظين التيبلز، ها ال15 تيجي ازاي؟ تمام، لازم اقول على طول في الاول 1 تايمز ال15، او ممكن اقول ال15 تايمز ال1. مين تاني؟ 3 تايمز ال5، برافو 3 تايمز ال5 لان اولها 5، اليونتس بليس قاعد فيه 5، يبقى لازم هقول 5 تايمز حاجه، او ممكن 5 تايمز ال3. نيجي اللي بعد كده 21، ها فعلا 1 تايمز 21، وممكن نعكس 21 تايمز ال1. مين كمان؟ اهو في 3 وال7، يبقى 3 تايمز ال7. لو كررنا ال7 3 تايمز، او كررت ال3 7 تايمز، يعني ال7 تايمز ال3 يديني 21. يبقى الفاكتورز مين؟ اهم 1 و3 و7 و21. طب يلا ال16، ممكن اقول ايه؟ 1 تايمز ال16. ايه كمان؟ 16 تايمز ال1. ها في عندي 8 و2، يبقى 2 تايمز ال8 و8 تايمز ال2. يلا نشوف التشالنج. بيقول لي هنا which number does have one factor pair؟ مين النمبر اللي ليه one factor pair؟ يعني بيجي من just one multiplication sentence. ها مين هو؟ عندي ممكن اقول ال1، عندي بيكوال كام؟ بيكوال 1 تايمز ال1. ممكن اقول ايه كمان؟ ممكن اقول ال2، ال2 عندي بتيكوال 1 تايمز الايه؟ ال2، لان ال2 عندي هنا جاست 1 بير، مش هيجي من حاجه ثانيه. ايه كمان؟ ممكن اقول ال3 بتيكوال 1 تايمز مين؟ ال3، مفيش غيره. طب ال4؟ لا ال4 ما ينفعش اخده، ليه بقى؟ لان ال4 ممكن يجي 1 تايمز 4 و2 تايمز ايه؟ تايمز 2، يبقى ليه 2 فاكتور بيرز. طب ممكن نقول ايه كمان؟ ال5، ال5 يا اولاد ليه 1 جاست فاكتور بير، 1 تايمز 5. ومين كمان؟ ال7، 1 تايمز الايه؟ ال7. يبقى لما يقول لي which number does have one factor pair، ممكن نختار اي واحد من دول، ممكن مثلا نقول الايه؟ ال3. هنا بيقول لي ايه؟ write 3 numbers where the number of the factors of each is 2. يعني عايزين نكتب 3 numbers كل واحد فيهم ليه 2 factors بس، النمبر اوف فاكتورز لكل واحد از 2. يعني بيقول لي اكتب لي 3 نمبرز الفاكتورز بتاعتهم فقط 2، يبقى اكني بتكلم عن دول. يبقى ممكن نقول ال3، نقول ال5، نقول ال7، كل واحد من دول ليه ايه؟ ل 2 فاكتورز. يبقى ممكن نقول 3 5 اند ايه؟ اند 7. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا ليسون 25. ليسون سهل جدا وكله مبني على الايه؟ على حفظك للتيبل. فان شاء الله الهومورك بتاعنا برضو، الهومورك بتاع الدرس ده انكم تركزوا على حفظكم للتيبل، مفيش اي هومورك خالص غير ان انت تحفظ التيبل. اوكي، وبالتوفيق ان شاء الله.